على أجنحة الروح. سوف ينقلنا عمار كامل وهمسات دافئة كقلوبكم الدافئة وليل الرشيد. لو بس تعرف بغيبتك شو صار، جنيت وطعم التلج صاير نار. النهاردة بوعدك أنا كتير عليك، وبجد أنا استصغرت نفسي بحب ليك. عايز أطمن عليك ده حد تاني في نرقته يا من هوا في دمي يسري أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وضيف جديد وعزيز على قلوب راديو الرشيد، وأكيد هو من مؤسسين والأستاذ السيد المدير مدير إذاعات الرشيد الشاعر الكبير الأستاذ محمد محاولي. أهلا وسهلا بك في استديو ليلى الرشيد. حبيبي عمار يا راقي، أقول مساء الخير يا عمار. مساء الخير أحبابي، في ليلى الرشيد أسهر معاكم وأحسب حسابي. مساء الخير يا عمار، مساء الخير أحبابي، في ليلى الرشيد أسهر معاكم وأحسب حسابي. قصايد شوق وحكايات، سوالف واقفة ببابي، أغاني الفرح والإحساس، هواي وطيبة ترابي، أسولف عن حنين وشوق حضوري وساعة غيابي. مساء الخير يا غالين، مساء الخير يا عمار، مساء الخير يا غالين. يظل ليل الرشيد الروح ليلي وسهرتي وشواقي وعتابي. يظل ليل الرشيد الروح ليلي وسهرتي وشواقي واعتابي. شاعر كبير، تعودنا على كلماتك الجميلة جدا الأستاذ الشاعر الكبير محمد المحاويلي، اسم لامع في الشعر العربي والعراقي الكبير والأستاذ والمعلم. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور حبيبي، يعني سهرة جميلة أتمناها أن لمستمعي إذاعة رشيد و حبيبي عمار كامل. يعني حتى أقول سر للمستمعين يعرفوه، يعني قبل ما نبدأ بالبرنامج، عمار من المثابرين من المبدعين المميزين في إذاعة الرشيد، سواء بعطاء المستمر بإبداعاته بتجدده بمواقفه الكبيرة وحرصه على تقديم كل ما هو جديد في إذاعة الرشيد. هاي شهادة تزمية من إنسان راقي مثل جنابك أستاذ محمد. الله يخليك أستاذ محمد. نبلش وياك، مسيرتك شلون بدت بالشعر الشعبي؟ حبيبي عمر، الحقيقة هذا رح يعني يعيد بي شريط الذكريات إلى مرحلة الطفولة، يعني بالضبط بالابتدائية. كنت من النوع اللي أحب أي شغلة أسمعها، سواء كانت أغنية أو قصيدة أو حتى قصائد المدرسة. يعني كانت مراحل، يعني كنت مثلا بالثالث متوسط أو بالأحرى بالثاني متوسط، البلبل الفتان يعني كنت حافظها قبل ما أدخل الصف الثاني. يعني أنا بعدني بالروضة وحافظ البلبل الفتان، حافظ قصائد بالسادس ابتدائي، حافظ قصائد من المتوسطة، كل شيء أسمعه ويدخل يعني خاطري أستمع له بشكل جميل، أشعر أنه أنا حفظته ولازم أردده. والعائلة يتباهون، يعني كل ما يجينا ضيف، كل ما يجينا أحد يقولوا لهم يا با اسمعوا ايش حافظ، فأسمعهم أناشيد وأسمعهم قصائد. هذه هي بواكير البدايات،
البدايات الشعرية، بحيث من وصلت إلى المتوسطة كان هناك المهرجانات المدرسية، النشاط المدرسي، فشعرت نفسي أنه أنا أكو إمكانية أنه أشارك. مشاركاتي البداية كانت فصحى، نعم. بعدين شعرت أنه أنا قريب لازم من أسمع الأغاني، أسمع النصوص الغنائية الجميلة، بديت أكتب باللهجة الدارجة العامية، وتفاجأت أنه من شاركتاني بالمهرجانات سواء الفصحى أو العامية كنت أحقق حضور وأحقق تميز، وبالتالي أصبحت في كل خميس بالمدرسة مخصص لي فترة معينة أقرأ بها قصيدة، وبالتالي يعني انطتني هذه دفق آخر لمشاركات مستمرة. فكانت البدايات بالستينات، نعم، يعني هذه البدايات الجميلة اللي شجعوني العائلة، شجعوني الأصدقاء، شجعوني زملائي أيضا. فكانت بواكير أعمالي الحلوة من القصائد الفصحى والشعبية هي مفتاح المرور للشهرة وللتميز سواء على صعيد الأصدقاء وعلى صعيد المدرسة. صاحب محمد، أيضا أنت وفي لمنطقتك، طبعا أكيد كان يعني حملت لقب محمد المحاويل نسبة إلى المحاويل، حابين المستمعين والعالم يعرفون اسمك الثلاثي. حبيبي محمد عمران كيف؟ أنا اسمي أحبه كلش، وحقيقة يعني بالمناسبة لقب المحاويلي مو أنا ابتكرته، وإنما يعني كنت بالمحافظة أروح أقرأ قصائد وفشي، وين هذا الولد المحاويلي خليجي، المحاويلي مشت المحاويلي، ويعني ما مو أنا الناس أطلقت عليه بالضبط، الآخرين أطلقوا علي، والحمد لله والشكر أنا أعتز به هذا، لأن هي مدينتي، مدينة الصبا، المدينة اللي تربيت فيها، مدينة البساتين، مدينة الناس الطيبين اللي كانت هاي المدينة هي قضاء، طبعا بوقتها كانت ناحية وبعدين تحولت قضاء، لكن وكأنما عائلة واحدة الكل. أنا كنت أتذكر آخر بيت بالمحاويل أدخل له وأشعر بهم أهلي، وآخر بيت بالجهة الثانية نفس العملية وكلهم، فكانت أكو علاقة تمحنة، أكو علاقة جورة جميلة. هذه العلاقة الحميمية اللي موجودة هي اللي جعلت كثير من الناس المميزين في مدينتي من الشعراء والأدباء والفنانين أن يتسلقون يعني سلم الشهرة، لأنه يعني التشجيع والدعم مستمر من كل العوائل، من كل عوائل المدينة للمحاويل، الفضل الكبير في بذرة محمد المحاويل. سيد محمد، التاريخ اللي كنتوا به كشعراء وملحنين ومطربين من أجمل ما أجا بتاريخ الأغنية العراقية، الأغنية السبعينية، يعني سبقت الأغنية، يعني كان ناظم الغزالي وكان يوسف عمر وغيره وغيره، يعني الأغنية السبعينية ظلت خالدة أكثر حتى من أغاني ناظم الغزالي وغيره. حاليا الأغنية هبطت، والأغنية التسعينية يعني، بس أغنية سبعينية وأغنية الثمانينات واكبت ولا زالت، يعني أغنية كانت صحية بهذاك الزمن لكن هي محدثة لهذا الزمن. راح أشيلك عن موضوع مهم جدا، أنت تطرقت إلى موضوع بالجوهر بالصميم. الأغنية العراقية هي نوعين بالتأكيد، اللي هي المقامات والغناء الريفي، وبعدين صار تزاوج ما بين المقام والأغنية الريفية وصارت أغنية المدينة الحديثة. لكن أكو حقيقة للتاريخ لازم نذكرها. شوف، المقام العراقي أو المقام بشكل عام ممكن السمعة أنت في تركيا، السمعة بالشمال في كردستان، السمعة بإيران، السمعة في روسيا، في أذربيجان، في كثير من دول العالم بالمنطقة الشرقية تسمع المقام، ولكن الأغنية الريفية ما موجود إلها شبيه بالعالم نهائيا. يعني أبسط مثال أجيب لك، تجي إلى مصر ما يشبه الغناء الريفي العراقي، تجي للخليج ما يشبه الغناء الريفي العراقي، في السودان، في إيران، في أي دولة، المناطق المجاورة بالعراق، ماكو شبه للغناء الريفي العراقي. والغناء الريفي العراقي أيضا
نفسه مجزأ، مجزأ إلى أطوار، والأطوار نوعين، أكو سميت بأسماء المدن كأن يقول الشطراوي أو الحياوي نسبة للحي والشطراوي للشطرة، أو نسبة إلى العشائر مثل المحمداوي غير هذا التسمية أبو محمد، أو أحيانا يعني الطويرجاوي مثلا هم أيضا على مدينة طويريج، ألوان مختلفة. أكو قسم من عندها سميت بأسماء المناطق. هاي التسميات الميزة اللي موجودة بها انه هي وليدة بيئتها، يعني من تجي الى داخل حسن او حضير ابو عزيز من عاشوا بالشطرة او بسوق الشيوخ ذيش المناطق، هم يعني ماكو وسائل نقل ولا وسائل اتصال مثل الان، يعني ممكن راديو يسمعونه او ما بيانت، هو يقعد بينه وبين الهورة او بينه وبين النهارة او بينه وبين حبيبته او سارح بالاغنام مالته مثلا او فلاح في زرعة ويقعد يغني يغني، اكو طبيعه اكو جمال اكو حياه، البيئه مالته الظروف اللي يعيشها الحب العذري اللي يحمله من يعبر عنه بالغناء يعبر عنه بطريقه مبتكره ما ماخوذه من 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 جهه معينه ولا هجينه. فلذلك الاطوار هي وليده بيئتها، يعني من تسمع يغنون المحمداوي محمداوي منطقه العماره هذا لون، أو تسمع سعد الحلي لون مدرسة بحدة، تسمع داخل حسن بالناصرية لون بحدة، تسمع سعد الحديثي بالبادية لون، لون يختلف تماما، واحد يختلف عن ثاني، لكن كل من له خصوصية، له خصوصية. اللي يغني عبد الأمير طويرجاوي مثلا بطويريج لون زين، وهكذا في بغداد مثلا عندنا حسين سعيدة وعندنا عبد الزهرة مناتي وعندنا وعندنا من دول الموجودين إلى أن هاي المرحلة. بالمناسبة حتى على مستوى أغنية المدينة أيضا نفس العملية، يعني إن كان من يغني أو يلحن يحيى حمدي أو بعدين مثلا محمد عبد المحسن، من غنى وأغاني أغاني المدينة، حتى محمد عبد المحسن هو عايش هناك طلع الأغنية المصلاوية جميلة جدا يلا على حمام علي أو يردلي أو غيره، ذني الأغاني الجميلة اللي إلى دور كبير الملحن الكبير محمد عبد المحسن، قبل عباس جميل أنطى أعمال جميلة جدا ورائعة لمطربات عراقيات من زهور حسين وحيدة خليل غيرهم، ألوان مميزة وجميلة ورائعة ولكن وليدة بيئتها ما تشبه أي غناء بالعالم زين. من تطورت الأغنية وجاءت مرحلة السبعينات اختلفت، صارت محطة جديدة انتقال. هاي المحطة الجديدة منين اجت؟ زاوجوا بين الحداثة، لأن ذولا على فطرتهم وذولا جوا درسوا، درس النوطة الموسيقية، درس الآلة الموسيقية، درس الأنغام، طيب يبقى راكد على هذا طبعا. بعدين زاوج بين البيئة العراقية ككل، يعني ابن الناصري اجى انتقل لبغداد، لازم يوصل الإحساس اللي موجود بالناصرية زائد الحداثة اللي موجودة في بغداد، هذا التزاوج نعم هو يعني أحيانا يجوز لربما يعني غير من مسار الأغنية، ولكن غيرها لفترة معينة نحو الأحسن لأنه الشعراء أصبحوا شعراء مثقفين، شعراء يعني لغتهم تهذبت، يعني تسمع انت الاغاني القديمه اكو مفردات كل صعبه مرات بيها بينما بدت الاغنيه السبعينيه بالصوره الشعريه الحديثه، بدت الاغنيه السبعينيه باللحن المميز، بدت الاغنيه ايضا تاخذ منحى مهم جدا انه لحنت القصيده، يعني من تجي قصائد مظفر النواب البنفسج او روحي ولا تقلها شويش زين، أو أغاني أبو سرحان أو أغاني كاظم الرويعي أو أغاني جودة التميمي أو أغاني، هاي المرحلة مرحلة مهمة جدا في عملية مزاوجة البناء الغنائي للريف والحداثة والمدينة، وبالتالي ظهرت الأغنية السبعينية مكتنزة مليئة بالشجن وما حد قدر حد الآن يكسرها ولا طلع متطورة بنفس الوقت. صح أستاذ محمد، أول قصيدة كتبتها عن الحب،
عن حبيبة تغزلت بيها بمرأة يعني. ويعني مهنا أكو قصائد وأكو أغاني. مو هي أكو قصة. نعم. قصة قصيدة مثل ما يقولون. أنا هاي القصيدة كاتبها مثلا لحبيبتي حمامة وطشت على الدنيا طيب شو ما يعذبها الزمان تحبس الحرقة بقلبها وما تشي تغني للوادم سوالفها حلم ومن يمر بيها العشق طشها لاهلها ابتسامة لكل حبيب شوقها اش ما صارت الدنيا بعيدة تفي بجناحينها كل من تريده وترعد بكل غيمة تمطر وشنه فود الغيم من نسكة رعيدة وتالي جيت وصرنا يا حبيب بحمامة وتالي جيت وصرنا بدروب المحبة والسلامة عين القلب تراه حافر الحبك علامة صرت إمام وحب ولات الإمامة تصير إله هم عدك هم صلي لك وصوم ولو صلاة الناس خمسة عمري لك كل صلاة يا حمامة ورابية بماي المحبة فدوا روح الكل من قلبي بهوا فدوا روح الكل من قلبي بهوا سلام محمد الله كلمات جميلة جدا حبيبي هاي بدايات يعني هذه بنهاية الستينات احشي لك يعني القصة لمن كتبت هذه اكيد للانسانة العظيمة الانسانة اللي شاركتني حلوة والمرة هي المصير اللي هي حب الوحيد الحمد لله راح ربي يحفظها لك زين نصير من اجل الدنيا هم كتبت لك قصيدة كتبت لك كلمات والله كتبت هواي بس المشكلة ما احفظ عمار يعني تدري العمر الى حوبة احنا صح. قبل قلت لك شوف بدايات بواكير العمل كنت يمكن قصيدة اسمعها مرة واحدة ثاني يوم اجي اقراها حس الان العمر يمكن زهايمر اشتغل مو لا لا ان شاء الله طيب الله يخليك حبيبي لا كتبت طبعا كتبت مجي نصير كتبت الام نصير قصائد جميلة كتبت اغاني جميلة ايضا للناس اللي قريبين من ذاتي انه قسم منهم يعني قصص حقيقية يطرحوا ليها اكتب لهم اياها قسم عندهم قسم اكو بعض الامور انا عايشها لانه انت جميل الشعر انك تكتب عن معاناة صادقة نعم وكل ما يعني اكو فرق ما بين شعر وبين نظم اكو تسمع مرات قصائد موزونة كلمات تشعر بتقول هذه منظومة يعني ما تهزك بس من تقول الله لا يعني معناته سمعت شعر مو هذا الفرق بين أن تسمع شعر يبقى بالذاكرة وما ينسي وتردده باستمرار وبين أن تسمع قصيدة منظومة نظم تمر مرور الكرام وتنساها أستاذ محمد شو سمعنا من قصائدك أسمعك بعد هالروح من حبر جريحة وبلياك عاشت مستريحة شلون تريد ألاقيك وسولف لك وحاشيك وانت وياك ما تنفع نصيحة مشيت وياك وتخليت عني وضاعت فرحتي وضاعت تمني أنسى والليالي ذكرني شلون تريد ألاقيك وسولف لك وحاشيك وانت وياك ما تنفع نصيحة جنت اتصورك عش الحمامة ما تنفع بعد حيرة وندامة الناس تلومني وصعبة الملامة شلون تريد الاقيك وسولف لك وحاشيك وانت وياك ما تنفع نصيحة بعد هالروح من حبك جريحة وبلياك عاشت مستريحة بعد هالروح من حبك جريحة وبلياك عاشت مستريحة شلون تريد ألاقيك أسولف لك وحاجيك شلون تريد ألاقيك أسولف لك وحاجيك وانت وياك ما تنفع نصيحة وانت وياك ما تنفع نصيحة بعد هالروح بعد هالروح من حبك جريحة وبلي
بعد هذا الفاصل أستاذ محمد. جميل والأغنية جميلة جدا. هذه طبعا القصيدة كتبت لها قصة طبعا، كتبت لأخي الفنان الكبير الرائع جعفر الخفاف. كتبت الهياب، كان عنده خلاف هو وزوجته، فمن كتبت له القصيدة حقيقة قلت له هذه بعد راح يزول الخلاف وترجعون لبعضكم. نعم فعلا هو يعني لحنها، غنى الفنان محمود أنور بعد أن لحن الفنان الكبير جعفر الخفاف، لأنه حقيقة يحمل قصة ومعاناته هو عاشها يعني الفنان جعفر الخفاف، فلحنها بهذا اللحن الجميل. أحلى واحد غنى لك أغنية ونص. أنا أشكرك. الأغاني طبعا أغلب الأغاني كل واحدة لها لون ولها موضوع ولها اهتمام خاص. يعني أنا مثلا أغنية مراسيل، نعم، من الأغاني اللي الشهرة وحققت حضور بحيث كل الفنانين غنوها، يعني كانوا في حفلاتهم، حتى في بدايات الفنان كاظم الساهر كان يغنيها. جلسات الخليجية حاليا مراسيل أنا نعم غنوها، غنتها ديانة حداد وغنوها، هو المطربها الأول كان رياض كريم، نعم، في برنامج أصوات شابة. وفي وقتها هي يعني أنا مو فخرا لكن هي حقيقة قدت الأغنية الخفيفة الطقوقة الجميلة اللي ممكن أن تحقق حضور وممكن أن تغنى بالحفلات وبالمناسبات المفرحة. فكتبت مجموعة من الأغاني هي هذه، وأخذ من خاطر وتخلي يزعل وزعلق خلي ومن دون كل البنات، يعني مجموعة من الأغاني الخفي خليني وحدي، يعني علي جودة، كريم محمد، رياض كريم، أحمد نعمة، محمود، ذول المجموعة اللي ظهروا، فايدة محمد علي، محمد الشامي، مجموعة ظهروا تقريبا في وقت واحد، هم بدايات الثمانينات، كتبت لهم الأغاني الخفيفة الجميلة اللي حققت حضور واشتهار بشكل كبير. يعني الشهرة اللي حصلتها أغنية مراسيل يعني بشكل لا يصدق، يعني أنا كنت في أي محفل أو أي احتفال أو أي مكان أو أي مناسبة يرددوها باستمرار. مراسيل أنا وديت مراسيل، ولا مرت على البيت مراسيل، مراسيل أنا وديت مراسيل، ولا مرت على البيت مراسيل، يا يما نحبوك القاسي قلبه، يا يما نحبوك قد قاسي قلبه، يا يما نحبوك قد قاسي قلبه، مراسيل بلا جواب مراسيل، مراسيل بلا جواب مراسيل، مراسيل انا وديت مراسيل. شمع السنين حبيبي، تعالوا لا تجافين حبيبي، وحبك شمع السنين حبيبي، غيابك عذب الحال غيابك، وضيع كل الامال غيابك، غيابك عذب الحال غيابك، وضيع كل الامال غيابك، يا يما نحبه القاسي قلبه، يا يما نحبه يا يما نحبه القاسي قلبه، يا يما نحبه القاسي قلبه، مراسيل انا وديت مراسيل. عجيب صار ما بينك
صار ما بينك وبيني وشنه الغيرت يا بعد عيني حبيبي شلون تنساني حبيبي غريب بين خلاني حبيبي حبيبي شلون تنساني حبيبي غريب بين خلاني حبيبي يا يما أنا حبه مش قد قاسي قلبه Silana.